عاشر الإخوة والأخوات الأحبة في الله، كما أن الأولاد نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. الأولاد ذي النعمة تمقرن تشيط الله سبحانه وتعالى وميخزي العباد، ولكن قد يبتلي الله عبده بأن يسلب منه هذه النعمة. ربما أذي ابتلى الله عز وجل بعض العباد النس أنه يكسيس هذه النعمة، يتبتلاه بموت الولد. والله سبحانه وتعالى له حكم كثيرة، ربنا حكيم، ربنا رحيم بعباده، جعل لفقد الأولاد أسرارا وحكما كثيرة. لشك أن موت الولد، فقد الولد شديد على نفس الوالدين، ولا يعرف هذا الألم إلا من ذاق مرارته، إلا من تجرع ألم فراق ولده. موت الولد نار تستعر في الفؤاد، حرقة تضطرم في الأكباد. لأن الإنسان حينما يموت ولده، خاصة إذا كان صغيرا ذكرا أو أنثى، يشعر كأن جزءا منه قد فقد، يشعر كأن بعضا من جسده قد أهيل عليه التراب. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد. فإذا أتتك مصيبة تشجى بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فراق الولد، موت الولد أليم شديد على النفس، ولكن نتائجه، مآله لمن صبر على ذلك. وني غي صبان مريم مثسميث مريم مثسيجيس مريم فكار ذي الأجور العظيمة، الحسنات الكثيرة، الدرجات الرفيعة، غسيد ربي غيف غلا عز وجل ادخر سنت يوم القيامة. فإنه يصبر ويحتسب ويفرح ويبشر. ولهذا نجد أن أحب الخلق إلى الله عز وجل وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلاه الله عز وجل بفقد أولاده جميعا ذكورا وإناثا في حياته. لم يبق له من أولاده إلا ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. اسمع إلى هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان له، ولد له ابن، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم على اسم جده النبي إبراهيم عليه السلام. اسم الرسول صلى الله عليه وسلم اسم مسن دخخا إبراهيم، استبشارا بهذا الولد، ففرح به فرحا شديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره لأنه أعطاه لامرأة ترضعه، فكان يزوره يتوحشت النبي صلى الله عليه وسلم يترح غاص، فكان يأخذه ويقبله ويشمه تغاية الدار عس النبي صلى الله عليه وسلم الصدنه. ثم ذهب يوما مع الصحابة ليزور ابنه إبراهيم، فلما دخل عليه وجده يجود بنفسه. يفث الرسول صلى الله عليه وسلم يفمس إبراهيم، يفث يتمتى، يفث ذي النزع ذي السكرات الموت، رمي غاسي خزار. دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، تذرفان الدموع. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى ابنه إبراهيم وهو رضيع صغير، وهو ينازع وهو يحتضر. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، يعني حتى أنت تبكي في مثل هذا الموقف؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إنها رحمة أودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، ثم أتبعها بأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن على المسلم وعلى المسلمة أن يستحضر هذه فكار الإنسان دائما، ذي الأجور ذي الثواب ذي الأجر الذي سيكون له عند الله عز وجل إذا احتسب مولوده الذي مات.
سواء كان ذكرا أو كان أنثى يحتسبه عند الله، فحتى إذا نزل به البلاء لا يفوته الأجر، فإن فاته الولد بموته بقي له ما عند الله من الأجر ومن الثواب. إن الصبر على فقد الأولاد فيه وقاية من النار. نعم، إذا صبرت على فقد ولدك فإن ذلك يكون لك وقاية من النار، وقاية من غضب الجبار جل جلاله. يدل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها، فقالت: يا نبي الله، إنه يشتكي وإني أخاف عليه. تزدغاس مغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس: يا رسول الله، أحنجا في سلكي سيشو حنجا ضمزيان سيثيد كفاسنس. فقالت في الناس: يا رسول الله، قيهرش قد خاس، ادعو الله له، دعا غاسد ربي بشدي شفاء، فلقد دفنت ثلاثة. الله أكبر، في الناس قنضر قبر من الثلاثة يمرضون ذي مزيان هجن ثم تمتان، وهذا الابن الرابع وهو الآن في المرض. فتقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يشفيه، فلقد دفنت ثلاثة قبله. قال صلى الله عليه وسلم متعجبا: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. الله أكبر، أي إن أولادك هؤلاء الذين ماتوا وصبرت واحتسبت الأجر عند الله صاروا سياجا قويا يمنعونك من دخول النار. لقد احتميت بحما عظيم من النار. فما أعظم هذا الأجر، ما أكمل هذا الثواب، وما أجدر أن يستعذب العذاب في طلب هذا الثواب. الصابر المحتسب على فقد ولده تثقل له موازين الحسنات بشيء لا يخطر له على بال. وني غيصبان ثني غيصبان مريم متسميس متسيجيس خاصة خمترين ديم الزيان. الله عز وجل يسدقال اسم الموازين الحسنات خمي غوزنة الحسنات السيئات أذيرنة الحسنات ذقرنة الصبارني في الاحتسابني على موت الولد. ففي سنن النسائي وغيره عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ كلمة تعجب، خمس حويج ما أثقلهن في الميزان. يمش حذقل ندير ميزان الحسنات يوم القيامة. مين عننت يا رسول الله؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أربعة. الخامسة من تعنى الولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. مريم متسمس نغذيجس أذيمث ثم فيحتسب الله سبحانه وتعالى أذي صبار. وهناك خصوصية لمن صبر على فقد الولد. يتبشرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه غاسير يجي البيت يجي قصر خاص ذي الجنة، يكون شامة يكون علامة عليه، ونتظر قصان فلان نتظر قصان فلانة قانس بيت الحمد. اسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد خميت متمسن بنذن مسن غذي الجيس خاصة مرضي مزيانة يتألم خميت غيس الملائكة يقبضون الروح أذقع أذنغ الله عز وجل فيسألهم سبحانه وهو أعلم. يقول الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ من إن العبد ذي اللحظة يبتلي بموت ولده ما الكلام إنا؟ فيقولون: حمدك واسترجع. بمعنى قنس: يا ربي قينا الحمد لله، قينا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ربي قيس بار خل المصيبة يا خل ابتلاء يومن القدر يسلم القضاء نشي يا رب. فيقول الله، اسمعوا إلى الجائزة، يقول الله جل في علاه: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
الله أكبر، يا لها من بشارة عند موت الولد مع الصبر والاحتساب. لأن الله عز وجل إذا أمر ببناء بيت لأحد من عباده فلا بد لذلك العبد من سكن هذا البيت يوما من الأيام. ثم استمع إلى هذا الأجر والثواب العظيم لمن صبر على فقد ولده. إشن رجع ضمقرا عظيم لا يخطر لك على بال إتشيت صبر بكل من صبر كل جن صبر نخشين يشتن الأم صبر على فقد الولد يمو تسمي سمو تسيجس وشي صبر يحتسب رجع الله عز وجل. اسمع إلى الحديث في سنن النساء بسند صحيح عن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس تغمر من مقم النبي صلى الله عليه وسلم المجلس يجلس إليه نفر من أصحابه تمونا خسج المجموعة من الصحابة وكان فيهم رجل له ابن صغير تغذين نجن وصحابي خسج المصدم الزيان يحز خاس كرمد يساغ المجلس من النبي صلى الله عليه وسلم يتويثي يعز عليه فراقه وليس اسم محشاء يعز خاس الطص فكان يأتيه من خلف ظهره يتراكيس يتقعادس ديبابس خو عرار يسرسث فيقعده بين يديه يسرسث عريزني سرسة مسزث رميزر النبي صلى الله عليه وسلم تعلق هذا الأب هذا الرجل تعلقه بابنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تحبه؟ الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعز خك تحبت؟ قال نعم يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. الله أكبر. الناس يا رسول الله تتغسل ربي أشي حب شنو مش تحبه لأنه يتحب فيش الحب عظيم. لكن هلك الولد مات ذلك الولد يموثس وحنجارني. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه إذا وديتي الشاء هالحلقة غال المجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المجلس ني تفكاري في سميس طوال بدق كيس دي المجلس ني ويسمى رديس أذي حضار فحزن عليه يحزن خاسج الحزن ضمقرا. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم افقذيف الرسول صلى الله عليه وسلم اسقص الصحابة فقال قال للصحابة مالي لا أرى فلانا مسكة واني تغدي توي نميس تغيت غيمة ذي المجلس. قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك إنس أحنجان يمزيان قيم موثس يحزن خس يا رسول الله. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم يستقسى خس الرسول صلى الله عليه وسلم يروح غاس فعزاه عليه اعزث. ثم قال له يا فلان أيما كان أحب إليك من تحبي أكثر أن تمتع به عمرك خصد حنجان كيش يقيم ويتمتشا هار غيم غار أزي استمتع سلمعاشر الناس نيغ تسود تحبي أن لا تأتي غدا التسد يوم القيامة كرمد تسيد قارب غشان طواف من أبواب الجنة لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك نيغثو الزوذة الصباح أتحتسب درجة غاسي ضربي يوم القيامة خمي غفاك وحفظ الله عز وجل أتفذ حنجارني مرمي ما تقارب غشان طواف زفورا الجنة أتفذ حنجارني إتزارش يازمش طواف الجنة. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. الناس تخضر يا رسول الله أذي يمث الصباح أذي احتسب غرجار باش أتفغ يوم القيامة أذي يازم ثواث غال الجنة. الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذاك لك. الله أكبر. الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يوقع يمني غيري. فقال رجل يجو صحابي الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ الناس رجار يا رسول الله إذا استنيت ما انتوها نغي مارا نشين مارا ونغي أمي متشان الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لكلكم. الله أكبر. الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا رجار إمار ذي الأمة كل من مات له ولد كان ذكرا أو أنثى من هذه الأمة مارا ونغي غيمث شان ميس شان نجيس خاصة المرضى مزيان شيء صبار يحتسب رجا غصبار به فليبشر فإنه بمشيئة الله سيجده هناك على أبواب الجنة
ينتظره. هل تعلم أيها المبارك، أيتها المباركة، هل تعلم، هل تعلمين أنه ذي الشفاعات ثابتة يوم القيامة؟ ما جاء في شفاعة الولدان في آبائهم وأمهاتهم أنه يوم القيامة ذي الشفاعات غيرين. هذا شفع عندي حنجان، هذا شفع عندي الوالدين سندي بابسن دي مس مرمين مرموثن ثم صبان الوالدين سن حتى من رجاء الله عز وجل رحمة من الله عز وجل، كرما من الله سبحانه وتعالى ليجبر قلوب الآباء والأمهات بما لحق بهم من مصاب وألم من فقد أولادهم. اسمع إلى هذا الحديث الجميل، ففي مسند الإمام أحمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يقال للولدان يوم القيامة، يقال للولدان أسن رغاني حنجاني مزيان لأنه خسن بالحساب موثن قبر البلوغ أسن رغان لأنه دون حساب ذات غار جنة، يقال لهم ادخلوا الجنة كني وذف غار جنة يوذن نغني قد توحس ترجن ذي الموقف قد توحس من خل أعمال. قال فيقولون الولدان حنجاني قنس يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا وزمان في غال جنة حموث الآباء النغف الأمهات النغف. قال فيأتون فيقول يقال لهم ادخلوا الجنة قنس نفغ الجنة. قال جنة أمر عظيم كورجني تمنى بسينين يجن اللحظة يوم القيامة ادخل الجنة، ولكن نوقين ذات في غال جنة يقولون يا رب آباؤنا وأمهاتنا وزمان في غال جنة حموث كين غل آباء النغف الأمهات. قال فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. الله أكبر، السنين الله عز وجل الأولاد الصغار روح كوري الجنة كيسيا ويبابس ديماس سيثنثن كيوم غال جنة يا له من جزاء. فعندك اللهم نحتسب أصفياءنا وأولادنا وأحبابنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. يقول ربنا جل في علاه عن الصابرين المؤمنين الراضين بمر القضاء في فقد الأبناء وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم كل من مات له ولد اللهم اجعله له فرة وذخرا لوالديه واجعله شفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهم، أعظم به أجورهم، اللهم اجعله في كفالة سيدنا إبراهيم عليه السلام، اللهم ألحقه بصالح المؤمنين، اللهم صبر قلب أهله واربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إن لنا في القبور أحبة من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا قد عز علينا فراقهم، اللهم فارحمهم.